ليست ثورة أفراد، بل ثورة شعب. ولا يليق بها أن تتأثر بتغير الأفراد وتتبدل بتبدلهم، بل لا يستحق هذا الشعب أن يخسر أحلامه وطموحاته بانتكاسة شخص أو تآمر آخر، بل يحمي الشعب مؤسساته والتي لم تتوقف عن العمل رغم كل المصائب التي حلت بالثورة والمؤامرات التي حيكت ضدها، وحتى الحروب والحملات الطويلة التي تعرضت لها. فالمؤسسات تحمي مكتسبات الثورة وتسورها بسور منيع من التنظيم والحوكمة، وتسير بها إلى بر الأمان.